تعالوا نكمل برضو وفي الكوره ونروح. واكد السويسري، هنروح المره دي للاهلي، اكد السويسري مارسيل كولر المنتخب طبعا المدرب الفني للنادي الاهلي ثقته في قدره لاعبيه في تخطي عقبه الاتحاد السعودي، وطبعا هو مصر وبيقول هي مش اي مباراه، وان هم باذن الله عندهم ثقه كبيره ان هم يقدروا يوصلوا لنصف نهائي كاس العالم للانديه 2023. الموضوع واخد انتباه كبير جدا من كولر واستعداد كبير جدا ومن المعسكر، وعنده جدية شديدة جدا بأنه لازم المباراة يقدروا يحققوا فيها شيء، وطبعا اعتراف بالمنافس وهو طبعا اتحاد جدة بقوته، لكن في نفس الوقت بيقول ان شاء الله الأهلي يقدر يعمل حاجة. تعالوا نتابع هذا التقرير ونعود ونستكمل معكم، نشوف مع بعض. هل حساباتك لتغيير الطريقه نفسها مختلفه؟ انك هتلعب اتحاد جده بكره عنده خط وسط قوي جدا، عنده خط هجوم قوي جدا، وانت هتلعب بنفس الشكل بنفس الطريقه اللي انت عايز تلعب بيها بغض النظر عن المنافس؟ بالتاكيد لازم الواحد بيحضر للمنافس ويبدا ان هو يعمل اشياء تناسب طريقه لعب المناسب المنافس، لكن في المجمل احنا بنلعب كورتنا، احنا عندنا فلسفتنا في الكوره وطريقتنا في الكوره هنحافظ عليها، ولازم نظهر بشخصيتنا، وده اللي هيبقى ان شاء الله هنحاول ان نظهر بيه بكره، ان احنا سواء دفاعيا هجوميا هنكون بشخصيه البطل شخصيه النادي الاهلي، هنظهر بكره ان احنا لينا هنكون اكتف جدا هجوميا ان شاء الله، هنحاول ان احنا نلعب كره بتاعتنا احنا وفلسفتنا احنا، مش هنكون فريق رد فعل، لا هيكون لينا فعل ان شاء الله بكره في الملعب ونأدي الكره المناسبه للنادي الاهلي باسم الله. بكرة هيخوض النادي الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية. الأهلي هيواجه نادي الاتحاد السعودي، وطبعا داخل المباراة بكتيبة من المحترفين العالميين، وإحنا عارفين طبعا أنه نادي اتحاد جدة فيه أكتر من محترف على رأسهم كريم بنزيمة ولا كمان وغيرهم من اللعيبة، لكن إن شاء الله الأهلي يشرف الكرة المصرية ويقدم مباراة كبيرة بإذن الله زي ما هم متمنين. بيوصل طبعا يوصل للأدوار التالية، هيكون الماتش هيديره حكم فنزويلي وهو خيسوس، وطبعا مشكلة الحكم الفنزويلي زي ما بيقولوا انه اصلا بيحكم في الدوري السعودي، فطبعا يعني دي عاملة شوية كده ايه قلق، لكن خلينا نعرف مزيد من التفاصيل، تشكيل المتوقع هيكون عامل ازاي وروح النادي الاهلي عاملة ازاي. الناقد الرياضي من جدة محمد جمال، مساء الخير كابتن محمد. أستاذ شفكي تحياتي وتحياتي لكل متابعي ومشاهدي القناة الأولى، وزي ما أنت قلتي تصريحات واثقة جدا من مارسيل كولر. مارسيل كولر أكد مرارا، يمكن أنا سألته السؤال ده خلال ال 15 دقيقة اللي كان مسموح بيهم لوسائل الإعلام قبل التمرين الرئيسي للنادي الأهلي النهاردة استعدادا لمباراة اتحاد جدة بكرة، يمكن اتكلمت كمان أوف إير معاه إنه دي مباراة المفتاح بالنسبة له في البطولة، الفوز على اتحاد جدة هيمنحه المشاركه مباراتين في البطوله، هيكمل لحد نهايه البطوله، هيلعب السيمي فاينل وبعد كده فاينل او ثالث ورابع، فهذه المباراه المفتاح. اكد على ان هو بيحترم جدا فرقه اتحاد جده وبيحترم النجوم اللي موجودين فرقه اتحاد جده، لكن هو بيدرب فريق كبير عنده فلسفته، قال احنا مش هنكون ابدا رد فعل، اكد على ان هو هيلعب بطريقته بطريقه النادي الاهلي. بالنسبه لي التشكيل المتوقع اللي ظهر من مران اول امس، ومران امس في 9 عناصر استقر عليهم بشكل كامل، يمكن مركزين فقط هو اللي كان واقف مع ثنائي في مركز الظهير الايمن سواء اكرم توفيق او محمد هاني، وفي وسط الملعب امام عاشور ومحمد مجدي قفشه، الاثنين لعيبه واحد من الاثنين في الباك رايت هيلعب، واحد من الاثنين في وسط الملعب هيلعب، لكن باقي المراكز التسعه لاعبين سواء في حراسه المرمى محمد الشناوي، سواء قلبين الدفاع والظهير الايسر بتتكلمي على مروان عطيه اليو ديانج، الخط الامامي صحتين الشحات بيرسي تاو او محمود كهربا مستقر عليهم الراجل بشكل كبير جدا، اللعيبه حاله من التركيز كبيره جدا بعد ما انهوا المران الرئيسي كان عندهم فاميلاريزيشن، يعني 30 دقيقه بيخش الملعب اللي هيتلعب عليه المباراه، بيبصوا على الاجواء، بيشوفوا النجيله ونوعيه النجيله، بيحفظوا ابعاد الملعب لمده 30 دقيقه، بيتمشوا بس في الملعب.
لمده 30 دقيقه. بعد ال 30 دقيقه راحوا على الاوتيل، حاله من التركيز الشديد. كان في مجموعه مسانده من جماهير النادي الاهلي مش كبيره، لكن بتوصل رساله. كانوا موجودين بره طبعا، ما كانش مسموح لهم يخشوا التمرين، لكن كانوا موجودين بره بيوصلوا رساله دعم للاعيبه النادي الاهلي. كمان مارسيل كولر اكد على دور الكبير للجماهير المصريه والجماهير الاهلاويه بالتحديد في جده اللي تكون موجوده بكره لمؤازره الفريق. خليني اقول لك انه التذاكر نفذت من ايام طبعا، اكيد التذاكر لازم تنفذ، وانا متاكده انه مشجعين عظام هيكونوا موجودين. خليني ارجع بس للتشكيل تاني محمد. قول لي مودست المهاجم هيلعب ولا ايه الوضع؟ ايه لا، من التشكيل من التمرينتين كهربا هو المهاجم الاساسي، مودست في الصوره الراجل وقف معاه واتكلم معاه اكتر من مره، لكن بشكل كبير كهربا هو المهاجم الاساسي، هو اللي هيبدا بكره ان شاء الله. تتوقع مين بكره من الاهلي يحرز اهداف؟ والله لو بصينا على نقط الضعف اللي موجوده في اتحاد جده يبقى تروح للجناحين فارس تاو وحسين الشحات مع محمود عبد المنعم كهربا، الثلاثي مهم جدا في الحاله الهجوميه للنادي الاهلي، خاصه ان ورا الظاهرين بتوع اتحاد جده سواء مهند الشنقيطي او زكريا الهوساوي، دول اثنين لعيبه مميزين جدا في الحاله الهجوميه لكن عندهم مشاكل كتير جدا دفاعيه. فاعتقد مارسيل كولر هيركز على الخط الامامي الثلاثي بتوع الاهلي، كهربا حسين الشحات وبيرسي تاو، تحديدا الجناحين بيرسي تاو وحسين الشحات بقى لهم دور كبير ومهم جدا في العمليه الهجوميه للنادي الاهلي. طب قول لي يعني عايز اعرف كمان منك يعني كولر هيركز مع مين؟ يعني مين اللي قلقه من المحترفين اللي موجودين في اتحاد جده واللي هيبقوا متوقع يكونوا موجودين في التشكيل؟ يمكن فريق اتحاد جده مدجج بالنجوم، يعني خدت من خط النص فابينيو، كانتي، رومارينيو، ايجور كورنادو وكريم بنزيما، دول اللي في التشكيل الاساسي. كمان النهارده اتمرن عبد الرزاق حمد الله، ما اظنش انه هيبدا المباراه، لكن لعيب مهم ولعيب اساسي في خط هجوم اتحاد جده. الراجل مليون في الميه هيبتدي يشتغل على المفاتيح المهمه بتاعت وسط الملعب، عندهم ثلاثي قوي جدا في وسط الملعب، رومارينيو، انجولو كانتي وايجور كورنادو الثلاثي ده، علشان كده هيبقى مدي تعليمات للثنائيه بتاعت اليو ديانج ومروان عطيه، يبقى رقابه لصيقه جدا على رومارينيو وايجور كورنادو طول الوقت، بحيث ان هم ما يدوش الفعاليه لخط الهجوم ويعملوا عمليه عزل الخط وسط اتحاد جده عن مهاجم خطير زي كريم بنزيما بكره ان شاء الله. ما هي عناوين الاعلام الرياضي السعودي عن هذه المباراه؟ تنوعت العناوين ما بين الخوف من تكرار تجربة الأهلي والهلال السعودي في البطولة ما قبل الماضية وفوز الأهلي بربعية على الهلال السعودي، عناوين تطمينية بأنه اتحاد جدة مختلف واتحاد جدة بيلعب على أرضه هذه المرة وهيقدر يفوز على الأهلي بسهولة. عناوين أخرى راحت في اتجاه أنه المباراة صعبة جدا بسبب الحضور الجماهيري شبه المتوازن ما بين جماهير اتحاد جدة والجماهير المصرية في جدة، التخوف من بعض النجوم اللي موجودين، ركزوا جدا في اكثر من عنوان على فيرسي تاو تحديدا، قالوا انه لسه متواجد بافضل لعيب داخل قاره افريقيا، وقال انه لعيب خطر جدا ومهم جدا انه اللعيب اللي هيلعب قدام فيرسي تاو اللي هو زكريا هوساوي يلتزم دفاعيا قدر الامكان عشان يحاول يقلل من خطوره لاعب بحجم فيرسي تاو، وشايفينه ان هو النجم الاخطر في النادي الاهلي في التشكيله الحاليه. اكيد انا عارفه انه الاهلي عنده شعبيه وعنده جمهور سعودي بيشجعه، يعني بيشجع الاهلي المصري جمهور سعودي، هل هتكون المدرجات مصريه سعوديه؟ يعني بالنسبه لمشجعي الاهلي الجماهير المصريه كتير جدا جدا خلصوا التذاكر بتاعه الجزء المخصص للاهلي من بدري جدا، مخلصين كل التذاكر، في جماهير كتير جدا مش لاقيين تذاكر لان التذاكر نفذت عن اخرها من فتره، ولكن في بعض لما احنا حتى بنتواجد في التجمعات او في الشارع في بعض الجماهير اللي هي مش جماهير الاتحاد، الجماهير الجداويه اللي بتنتمي لانديه اخرى زي الاهلي السعودي مثلا، لا مناصرين جدا للاهلي المصري، بتمنى فوز الاهلي على الاتحاد ومتوقعين فوز الاهلي على الاتحاد. فالمسانده ممكن ما تكونش في المدرج لكن في الشارع لا، في مسانده للنادي الاهلي، في مسانده كبيره. طيب علشان الوقت ما ياخدنيش بعيد عن الحكم الفنزويلي اللي فيه شويه قلق لان هو بيحكم في الدوري السعودي. والله اتكلمنا في النقطه دي مع بعض المسؤولين، يعني في سواء في الاتحاد السعودي او حتى في اللجنه المنظمه، قالوا ان هو حكم مباراه واحده بس في الدوري السعودي الموسم الماضي ما بين اهلي جده وما بين الوحده، انتهت بفوز الاهلي 3-1 وفي بدايه الموسم ده عفوا اللي هو السنه الماضيه يعني، والراجل لم يحكم او لم يتعاقد بشكل كامل مع الدوري السعودي، ودي مش اول مره، يمكن ده حصل في كاس العالم الماضيه كاس العالم الانديه، لان هم بيستخدموا في الدوري السعودي حكام كتير جدا حوالين العالم، فوارد
ان يكون حكم من الحكام المستدعين للبطوله كان موجود فيه الدوري السعودي فنقلنا. انت عارف احنا دايما في مصر عندنا قلق من الحكام، لكن النادي الاهلي مركز بعيد عن قصه الحكام. اكيد احنا دايما عندنا حكايه الحكام دي الحقيقه عندنا دايما قلق طبعا منها. طيب خليني كده اخد منك توقعاتك للمباراه نتيجه. صعب، مباراة صعب التوقع جدا جدا جدا، صعب التوقع، مباراة متوازنة ومتكافئة لحد بعيد، لكن أتوقع فوز النادي الأهلي إن شاء الله. زي ما قلت لك اللعيبة مركزة جدا جدا والجماهير عندها ثقة كبيرة في لعيبتها بكرة إن شاء الله. كام النتيجة؟ يتجاوز اتحاد جدة بإذن الله. الفوز يبقى جول ولا اتنين؟ والله هو زي ما قلت لك مباراة صعبة جدا جدا انك تتوقعي اصلا مين يفوز، لكن انا شايف ان المباراة هتلعب على تفاصيل بسيطة. هي القصة تبقى مش جول ولا اتنين، هيبقى الفرق قد ايه، لان انا متوقع ان الفرقتين يسجلوا، لكن الفرق قد ايه، لا متوقع المباراة تنتهي بفرق هدف وحيد يعني. اكيد تطلع 2-1 3-2 ايا كان النتيجة، لكن زي ما تيجي. المهم ان احنا يعني كده نفرح بفوز الاهلي من جدة. الناقد الرياضي محمد جمال اشكرك شكرا جزيلا.